طيب شباب، وعدنا مرة أخرى شباب مع بروك بيرد. جربكم مرة، شوف جسمنا، وين راح جسمنا؟ هي مفروض كان هان. هيو هيو، مرحبا كبير. شوف 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 كيف الرعب، شوف الرعب يا معلم. مرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من بلوكس فروت. اليوم يا حلوين حنكمل إن شاء الله فاكل فواكه شباب اللي ملهاش لزوم في أي حاجة في الدنيا. حنأكل اليوم مش عارف 4 فواكه أو 5 فواكه، بنشوف كيف. بس شاف في مخلوق غريب جنبي واقف، شايفينه؟ يعني شايفين رجليه، رجلين تنين، راسه مش عارف إيش الراس هذه، لبس لي كمان القميص تبع علاء الدين ومش عارف مين، وكله على بعضه هيك شباب، مش عارف، حاسه زي السلطعون جنبي، مش عارف إيش هذا يا مايكي، مش عارف شو بيعملوا، سكنات غريبة. فيا حلوين، وين راح وجيها هي. قبل ما نبدأ أبطال، يا ريت شباب ما تنسونيش من اللايك والاشتراك معي في القناة، وغير هيك يا شباب في احط لكم رابط التيك توك حيكون موجود في الوصف، اشتركوا فيه شباب عشان حسين نعمل ان شاء الله بثوث في الايام الجاية، يعني بس نوصل فيه 1000 مشترك. وحتلاقي برضو رابط الجروب، رابط الماب، رابط الديسكورد، كله شباب في الوصف او تعليق مثبت. خلونا يا حلوين نبدا على طول. اوكي اوكي يا شباب. طيب شباب دوريكم بس الفواكه اللي بدنا ناكلها اليوم، خلونا نيجي من هنا احسن. طيب خلينا شباب بس نضغط، ايوه كونتينيو، ممتاز. احنا شباب اكلنا لحديت الكيلو، فانا الحين هينتني ماكل السموك ولسه مش ملفله، دلفلها بتلفل على السريع. حناكل ان شاء الله السبين برضو وراها، وناكل الفالكون اللي هي الطائر هذه البيرد، ويمكن ناكل الريفايف لسه مش عارف، بنشوف كيف ايش حصير معنا في الحلقه. اذا طورت الحلقه مش حناكل الريفايف، بنشوف كيف. خلونا شباب نروح نلف بالهادي السموك على السريع ونشوف ايش ضرباتها. ودي يا معلم ايش هذه، ايش هذه بتدمج يعني؟ هو اوكي شباب، خلينا نعطيه كمان ضرب نشوف بتدمج يعني. بضلوا يتدم يا عمي، تعال بس خش في الغيمه، خلينا اشوف تتدمج ولا لا. اوكي فتح شباب كل حركات، فخلينا شباب نشوف، بدي اشوف انا الزد، بس بدي اشوف الزد بتدمج متواصل ولا. ايوه خليها عليك، ايوه لا ضربه، لا والله بتدمج متواصل شكلها هيك، مش عارف. طيب اكس ايش هذه، مش تعليق، ماشي. ما بعرف ايش عملت، انا مش مشغل هاكي، مش مهم. خذ يا معلم، ايش هذا؟ والله بتجره هذه على الارض على رقبته، والله ممتاز. طبعا شباب هذه بتطير، طبعا الاف بتطير. خلينا شباب نروح نجرب زي الحلقه الاولى على البوسات، خلينا نجرب على البوس هذا اللي هان الدايموند. بس شباب كنت حاب يعني احكي لكم شغله، يعني كنت اشوفها في التعليقات كثير، يعني هو مش كثير يعني، هو واحد او اثنين يعني اللي بيحكوها، بس يعني كانوا دائما بيحطوها يعني في الفيديوهات، مش عارف ليش. بقول لك ان انا قاعد بقلد وانا بعمل فيديوهات تقليد ومش عارف مين، فيعني يا شباب يعني مش عارف صراحه يعني وين التقليد. يعني جيبوا لي واحد عمل اللي هو مسلسل او الفيلم اللي عملته عن بلوكس فروت تبع الخاين ومش عارف مين، لما صورته انا ومايكي والشباب، جيبوا لي واحد عمله بس. وغير هيك شباب كمان سلسله نوب، لما عملت سلسله نوب يعني معظم اليوتيوبرز عملوها، ولا قلت قلدوني ولا قلت إشي، لأنه شباب باختصار يعني أنت لما بتصور أو لما بتكون يوتيوبر الأفكار عندك بتخلص الأفكار عندك، فلازم تقول إيش تعصر في مخك عشان تجيب أفكار. فمش بالشرط يعني، مش لازم تكون أنت قلدت حدا يعني. في السلسلة هذه ما قلدتش حدا، لأن هذه كانت في راسي أصلا من الأول إني أعملها يعني الفكرة هذه. والله طولنا إحنا في السموك هذا، خلينا نعطيه هذه ياخذ ضربة. أقتله ما يقتله، خلاص أقتله إذا زهقني. شباب السموك مش عارف قوي مش قوي، ما بعرف. فخلنا نرجع لمرجوعنا ثاني. فبقول لكم شباب يعني خلاص شباب، تعال نروح ناكل لنا فاكهه ثاني ونجرب. جربت عليه كل الحركات صراحه، بتخزي الفاكهه على الاخر على الاخر. فاهم علمين زي ما كنت اقول لكم، الواحد يعني اليوتيوبر منا بيكون يعني افكاره خلاص خلصت، فبقول يعصر في حاله لما يجيب فكره. ولما جت لي الفكره هذه مش معناها ان انا بقلد حدا او إشي يعني. شباب ما شفتش حدا، خلينا ناخذ السبين بس، ما شفتش حدا عملها يعني قبل ما اصور الفيديو، ما شفتش حدا عملها. لما قرأت التعليقات رحت دورت لقيت فيها كم من واحد عملوها. خلينا شباب بس ناكل السبين، فمش شرط اني بقلد، ولو انا بقلد يعني ايش صار يعني في الدنيا يعني. انا زي ما بقول لكم عملت سلسله نوب، لقيت كل الشباب عملوا سلسله نوب اليوتيوبرز يعني، فعادي لا ما اسمهاش تقليد، هذا بالعكس هذا محتوى شباب، ومحتوى زي ما قلت لكم بخلص، واللي بده يقلد يعمل عادي مش مشكله، فيش فيها إشي. انا بقلد مره هو بيقلد مره، وانت يا صاحبي وين بتحب تتفرج بتروح تتفرج، ففي النهايه المهم انت تكون راضي يعني على المحتوى. بس بصراحه يعني الشباب اللي بتخين نجرب شباب بس الضربات على السريع واحنا بنتكلم، فتعال خلينا ايش هذا الضرب اللي بتخزي يا شباب. يعني بقول كل واحد فينا يعني بقعد يعصر في مخه هذا عشان يجيب لكم فكره، وانتم في الاخر تقول له هذا تبع تقليد هذا مش عارف مين. طيب شوف الضربه طلعت بتعلق عليها، والله ما بعرف. طيب احنا لفلنا كمان حركه، اوكي تعال يا معلم موت. هذه مش عارف شوف شكلها الفاكهه قويه، ما بعرف صراحه يا معلم. اضرب اكس يا معلم، الاكس شوف ايش في تعليق، بس ايش بتعمل لك مراوح وشغل نظيف يا كبير. اوكي مات صاحبنا 63، بدك تلفلها ليفل 90. اوكي يا معلمين خلصنا شباب هيك تلفيل الفاكهه، خلينا ننطلق على فيجيتا او فيجيتور زي ما بتحبوا تقولوا اسمه. صراحة شباب بحب ادلع انا، الشباب بيقولوا لي اسمه فيجيتورا وانا بحب اقول له فيجيتا مش عارف ليش، فانت بتقول فيجيتورا مش عارف هو اسمه هيك في الانمي ولا ايش بالضبط، ما بعرف صراحه. طيب شباب اخذنا المهمه، زي ما شايفين شباب
مكتوب فيجيتا مش مكتوب فيجيتورا. من وين جبتوا فيجيتورا هذه؟ مش عارف. فخلينا وين هو هذا فيجيتا او فيجيتورا؟ هيا تهان موجود؟ اوكي موجود. خلينا شباب نجرب عليه ضرباتنا. متأثر فيه بتأثرش فيه. سلام عليكم يا معلم. مايك ضرب. لا مايك تضربش يا مايك. بدي اشوف الضربه بتسحب ولا بتسحبش. طب استنى خد تضربنيش. استنى كم ضربه هيك. خد هاد كمان. استنى 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 تضرب هاد كمان. ايوه قديش صارن كلهن؟ 3000 بس. والله في ضرب في فاكهه بتذكر جبت لنا احنا 7000 صح على ما اظن. فيش سي يا الله. لا وصلت 4000 ضربتين. لا ممكن نوصل ممكن نوصل. خلينا نجرب ثاني يا معلم. اصبر يا فيجيت اصبر. خلينا شباب نجرب ثاني كل الحركات فيه. خلينا بعد بس شوي. استنى تعال تعال. ايوه وصلنا 7000 وصلنا 7400. كويس كويس قربنا نقتله. يلا معلم بدك تموت ولا ايش؟ اوكي يلا يا عمي موت يا عمي. تعال تعال برضو مش ناوي. طب هذه ناوي عليها. اوكي اوكي يا اخي تكمل ليفل. اعطانا ليفلات كثيره شباب والله ممتاز. الفاكهه كويسه كويسه يعني احسن من السموك. وين احنا؟ خلينا نعمل ريسيت احسن بتهيالي. طيب يا شباب الفاكهه السبن بصراحه كويسه كويس يعني ممكن تكون لها بس مشكلتها انها مش لوجه يعني فللتلفيل مش هتنفع كصاحبي نهائي جدا. النار شباب مش حنكلها طبعا لانه النار من الفواكه القويه فحناخذ هذه اللي بتغزي كمان. يلا يا معلم بيرد كل يا معلم. اوكي ملفلين برضه مش ملفلين بس اوكي مش ملفلين فيها حاجه. خلينا شباب نشوف والله في حركات كثير. هذه الزد ايش بتعمل يا معلم؟ بتعطي جناح تهيأ لي. بتعطي جناح. شو تضرب هيك؟ بتذكر كانت تضرب مش عارف. بتطير؟ لا. طيب بتطير يمكن تفتح حركه الاف تاعتي. طيب خد يا هي والله 2000 يشوفون رماي حرام. والله شباب شكلها قويه هذه الفاكهه. اوكي طب لو ضغطت زد ثاني ايش بصير؟ بشيل التحول. طب لو ضغطت اكس الحين ايش بصير؟ اوكي شباب نضرب اكس كم. مش راضي يضرب لازم اتحول. فاكهة التحول هاد تعال يا. اوكي قتلنا شباب. مش عارف انا علقت ما علقتش مش عارف صراحة. انا علقت بس مش عارف لازم تعلق او لا. اوكي شباب لا فيش فيها تعليق فيش فيها تعليق. علقت شلت اصبعي بعدين ضربت ضربة. والله يا شباب الفاكهة هذه بصراحة مش عارف قوية يعني شوف ضرب. هذا مدمج كتير. تعال تعال تعمليش حالك بطل. تعال خذ هذه. شوف كيف ضرب هاد والله اسطورية. ضربة الإكس كمان قوية عندها فمش عارف صراحة هيك عجبتني الصراحة الفاكهة. طيب شباب صراحة اصبر يا معلم معلم اصبر. شفت تلفيلها لأنه بدها 120 ليفل فقلنا خلينا يعني نلفل عند هذا جيرمي. تعال يا جيرمي وبنجربها شباب إن شاء الله في عند بوس ثاني. نروح على سموك نجربها وإيش بس نفتح آخر ضربة بس. شوف الفاكهة هذه بصراحة عجبتني يعني. لا 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 استنى. أيوه تخربش الحركة تخربش الحركة تخربش الحركة. أيوه خذ الاكس مش حتقتلك ما ظنيت ما ظنيت. اوكي طيب خلينا شباب نعطيه اخر حركه نقول له موت يا معلم حركه السي عشان شباب اوريكم الطيران تاعتها. انا شايفها شباب من اسرع الفواكه في الطيران يمكن تكون اسرع من التنين. اوكي ضايل لسه كمان 6 ليفلات فبدنا نلفل شباب 6 ليفلات بدي اوريك اياها وهي بتطير الاخت هذه. والله سريعه شباب شوف بتهيألي في سرعه التنين او اسرع من التنين. والله سريعه سريعة وقوية كمان ضرباتها قوية يعني مش بسيطة. شوف 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 سرعتها كيف. والله حاجة سريعة يا معلم. استنى انت خربت الضربة يا عمي علي. سكناك مسكناك يا هبيلة. طيب يا معلمين وصلنا شباب. والله شباب الفاكهة سريعة انا زهقتكم اقول لكم سريعة بس سريعة على الاخر. خلينا شباب بس ناخذ المهمة انكم شايفيننا مفلسين. طيب كالعادة زي الحلقة اللي قبلها هذه. طب خليني اعطيه بس في لانه الفي بتهيألي بتطيره بعيد. وين راح؟ الفي ما بتطيرش اصلا. ضربنا ضربة غلط. يا عمي راح كل الضربات وين راح هذا الهبال؟ والله الضربة بتطير كثير. تعال يا سموكر بدك تيجي جوا ولا بتكاش؟ خش خذ جوا. ولا هبيلة؟ تعال تعال. صار اعطانا الدخان ووقعنا في النار. تعال ايوه والله بيزهقنا هذا شكله. شو كيف بتحروق يعني. خذ ايوه طب خذ هذه. خلينا نشرد بس. مات لسه؟ ليش اليوم بتزهق انت؟ تعال وين راح طب تعال وينك؟ دخل جوا. ايوه بتحروق قاعد. خذ يا معلم السي. ظبط لحالك انا متت يا اخي بتي قديش دمي صراحة متت يا مش مشكلة. شباب الفاكهة بصراحة أنا شايفها مهمة شايفها الفاكهة المهمة ولو وقعت لك يعني يا صاحبي أو
شريتها يعني كلها على السريع. إذا معك فاكهة مخمجة يعني مش إنه يكون معك مثلا تنين وتكون لي هذه الفاكهة، لا طبعا، بس فاكهة صراحة من الفواكه المهم. طب بنطير هيك من دون ما نتحول؟ لازم نتحول الجناحين. طيب شباب خلص بناكل بقى الريفايف اليوم، نشوف بس كم ليفل بدها. يلا يا معلم، كيف تحولنا برضو تيتش كمان مرة؟ أوي طب نطير، بنطير كده نطير، أصلا فيش حركة بس منظر هيك وخلاص. والله شوف شوف كيف ريفايف وبيرد مع بعض. بروك، مين بروك هذا؟ بعرفوش. شوف السلطعون اللي جنبي مش مبين. أبي وري، أبي وري. طيب عصفور عظمي، عصفور عظمي. أوكي طيب زيد إيش بتعمل؟ مش عارف شو عمل. تعال تعال تعال، شكلها فاكهة حلوة هذه يا شباب. الريفايف 110 ليفل بس. طيب نلفلهم على السريع. تعال أستاذ، هي أنا دمجت هذول، دمج كله؟ دمجت مايكي يمكن. مايكي مش عامل، الله معاي. بدي أقول له صار في عليهم كومبت، بس في ضربت 5000 يمكن عشان ضربت مايكي صح؟ عشان ضربت مايكي. بدي أقول عم في حاجة غلط صار، مستحيل تكون الزيت بتدمج هالقد كل الدمج هذا. خد إيش هذا؟ والله بتدمج يا شباب هادي. والله شباب منظر الضرب روعة هذا. شوف كيف 180. طب لو واحد دمه عالي، دمه كامل، هذا قديش دمه؟ خد يا معلم هادي بس طير من هان. هيتها أكتر جابت زد. اوكي يعني 2-5000 تقريبا بجيبه. طيب شباب ورجعنا مرة أخرى. كان إيش سمانا مايكي؟ بروك العصفورة وبروك مش عارف مين، هم سمانا اسم غريب. المهم يا شباب خلينا شباب أوريكم بس طيران. ها لقيته بطير على الأف هذي، خلينا نشوف شباب بطير كتير. طبعا برمي جسمه. أوكي قد ما بوصل طير يا كبير، طير طير مش... بدي أقول إيش فيه. هي هي هي. والله وقع راسه. ما تدمجش. طيب جربوا مرة، شوف جسمنا، وين راح جسمنا؟ ايه المفروض كان هان. هيو مرحبا كبير. طيب شباب خلينا شباب نقتل هذا الاخ اللي هانا. هوي خد استنى سنة بدأ. ايوه اعطيها ولا بتهيلي ما جبتوش؟ استنى استنى استنى، وينك وينك انت مين انت مين انت؟ اي واحد فيهم؟ ايوه استنى يا عمي، بديش انا اياك تضربني، انا اللي بدي اضربك. اصبر شوي بس، وينه؟ هاي هاي تعرف الاكس هاد كويس، الاكس صح؟ طب الزد كويسة؟ والله كويسة. طيب السي ما ظنش بتضرب هي، عشان لما تموت خلينا نشوف. اوكي اوكي شغل ايش. لازم يكون ايش، لازم يكون دمي 50% عشان تشتغل، عشان استخدم المهارة. مش عارف ايش قريت شباب، والله ما عارف، استنى خلينا نقراها بس ثاني. طيب شغل شباب السي ريزيستن اوريدي اكتيف. كيف اكتف ان دمي مش 50%؟ طيب لو كان مكتوب عليها انك لازم يكون دمك تحت ال 50 عشان ايش تشغل المهاره هذه، لانه شغل المهاره هذه السي لما تشغلها لو متت يا صاحبي بتموتش يعني، ترجع تاني بس بترجع هيك بشكل حلو. الحين بنشوفه مع بعض، خلينا بس نعطي هذا نقتله ونفك منه. زهقتني يا معلم انت، بدك تموت الحين؟ خد كيف زهقتني، اعطاني مفتاح كل مره تعطيني مفتاح. طيب شباب الفاكهه هذه ممتازه وممتعه الصراحه، بس طبعا هي مش بالاجنحه شباب، بس احنا كنا يعني الفاكهه هذه واحنا ايش واحنا لابسين واحنا ماكلين فاكهه الفالكون. تعال يا مايكي تعال فك الله، وخلينا شباب نضرب بعض ونشوف. اضربني يا معلم خلينا نشوف، بس خلينا استنى قبل اضغط سي. بقول لي اكتف يا عم، كيف اكتف؟ خلي شباب ده ننزل دمي اكثر يعني، خليه على اخر تحت ونشوف. انا قاعد بضغط ورا بعض. شوف 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 سريعه والله. ايش انا متيت ولا ايش؟ ايوه شوف تراكس كيف. ايش الشكل هذا؟ ابعد يا سلطعون ابعد، والله انت سلطعون وانا هيك العظم. يا اخي بتعلينا شباب، شوف كيف نظاره محطوطه مكانها غلط اصلا، نحط حطينا فوق الراس سلطع بروك. طب الحين ايش يعني قوي صار مثلا يعني ولا ايش؟ ليه صار اضعف؟ شو السلام عليكم. مش عارف اقوى، بس انا خايف يضربني ضرب يكسرني هذا الحين، ولا بكسروش هم لو ضغط سيش بصير. وي واز اوريدي اكتف، بقول لي انها هي اصلا شغال يعني، انت ليش تضغط زي الهبل يعني؟ بقول لي معنى كلامه يعني. خد يا معلم السلامة، جالك دراكس بروك دراكس ولا ايش بقول لك؟ هو بتصير جمجمة؟ ايش يعني بصير جمجمة؟ قاعد بتخوت علينا هذا مايكي. طب ماشي. والله يا شباب تشخيص، شوف 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 راكب السيارة تبعتي وهيك العظمي ولابس نظارة مشخص. طب ليش الشعر خليتوه يعني؟ المفروض شلتوه الشعر. طيب شباب عدنا مرة أخرى، شوف المنظر كيف. هيك يا شباب صرنا
اضغط يا معلم. ايوه هيك شباب صرنا بروك عن جد. ابعد يا معلم ابعد من هان. طيب يا شباب بيسلاح بروك معانا وصرنا بروك يا معلمين. اخيرا صرنا بروك، مش عارف ايش اخيرا بس اخيرا يعني صرنا بروك. فخذ يا معلم انت اجاك اللي حيعلمك الادب الحيني. خذ يا كبير. ايوه طير من هان. خذ هذه كمان. كاش تموت يا زهقتني. وين السلاح؟ سلاح تعال تعود تعود تعود. خذ يا كبير. طيب شباب ضايل شغل اللي بس بدي اجربها قبل ما اجرب هذيك السنه. شو يا معلم؟ شو كم متخبي والله شباب. هذا للضحك احلى حاجه في الدنيا. خلينا شباب بس بدي اجرب شغله، يا رب تكون الفاكهه عندي. بس احنا جربنا اكلنا هذه الفاكهه. اوكي عندي عندي ممتاز. خلينا شباب نجرب هذه. يا رب ما تخرب، يا رب ما تخرب، ما تخربيش يا فاكهه. طيب ايوه خربتش ما خربتش. الحق 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 ما خربتش. يا سلام العب يا كبير. شوف شباب كيف يا اخي بتي علينا. طيب شباب وعدنا مره اخرى شباب مع بروك بروك بيرد. حلو شباب الاسم هذا. فخلينا شباب بس انا عملت لهم شباب التصلب. شوف 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 الحلاوه كيف. استنى بس انا مش عارف ايش خبيته هذول تحت. خلينا بس نحط هذه ونحط خطيره شباب. شوف 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 الشكل كيف، والله حاجه نار. طيب شباب انا كنت بدي انهي بس ايش قلت ليش باكل بوذه كمان. خلينا شباب نصير ايش 60 في واحد. مش عارف صراحه كم واحد صرنا. كم فاكهه مكلين صرنا مش عارف. خلينا نجرب شباب نشوف البوذه. شباب هي مش من الفواكه اللي بتخزي بس يعني بدي اكلها واشوف حيصير اشي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكلنا شباب بوذه. طيب ايش حيصير الحين مش عارف. فشباب بدي اتحول واشوف ايش حنصير. اعطيها كده. شوف كيف الشكل والأجنحة راحوا. يا الله وخسارت. راحوا الأجنحة شباب بس صرنا. لا هيهم 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 متخبين تحت يا معلم. شوف كيف والله يا شباب إشي أسطوري والله يا شباب. منظره إيش هذا؟ هاي شوف بيرد على بروك على بوذا. مش عارف صراحة إيش نسميها الحين. مش عارف سايبر كاتيكوري بروك سينجوكو ودراكس. طيب وينهم وينهم؟ تعال تعال جيتك بالسيف. تعال تعال اللي عمل لي فيها رجل. تعال خذ خذ ايش الدمج هذا؟ صح السيف عندي انا مش ملفله عشان هيك يبقى الفاكهه حتكون ايش اسطوريه شباب. بالضرب خد خد ايوه 3000. طيب في يا معلم في يا معلم. شوف 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 البوذه شباب البوذه اسطوريه. شوف 10000 الفي بس لحالها. خد شوف شو راح يعطيها 10000 ولا لا ولا كان بتهيأ لي انا. كان بتهيأ لي. طيب الاسباب بس لا شكلنا ضربنا حد من الشباب عشان يكسر الدمج 10000. والله شباب حاجه اسطوريه يعني ايش صارت هذه. كم واحد في واحد؟ واحد اثنين ثلاثه فواكه في بعض وكاتاكوري وسايبورغ يعني خمسه. خمسه في واحد. فيا معلمين لو عجبتكم الحلقه يا شباب ما تنسوا الشباب من اللايك ومن الاشتراك معنا في القناه اذا مش مشترك معنا في القناه. يا شباب زي ما قلت لكم رابط التيك توك هتلاقوه ان شاء الله في الوصف. وغير هيك يا ابطال حتلاقوا برضه رابط الجروب رابط الديسكورد اي رابط بدك يا صاحبي حتلاقيه ان شاء الله في الوصف. ومن هون يا ابطال الحلقه القادمه ان شاء الله براكم على خير وسلام.